شارك نائب مجلس القيادة الرئاسية الدكتور عبد الله العليمي في مراسم تشجيع الخبير القانوني الكبير المحامي الشيخ طارق محمد عبد الله الذي وافاه الأجل في أحد المستشفيات بدولة الإمارات العربية المتحدة بعد حياة حافلة بالعطاء بالمجال القانوني وقدم الدكتور عبد الله العليمي نيابة عن مجلس القيادة الرئاسي واجب العزاء معبر عن خالص التعازي والصادق المواساة لأسرة الفقيد بهذا المصاب الأليم